بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. هذا مكعب أوراق البرسيم. لو جبت مكعب 2 في 2 وضربت به أوراق البرسيم راح يعطيني مكعب بالصورة هذه. أوراق البرسيم ومكعب 2 في 2. راح يتحرك كأنه مكعب 2 في 2، ويتحرك هنا أيضا في إيش؟ في الأركان. هذا جامد ما يتحرك أبدا إلا اللي هنا فقط. طيب إذا جينا نخلطه، نخلط هذا المكعب. في عملية الخلط لازم أصعب الأمور بحيث إني أخلط ويصير صاعد لأعلى، أقسام صاعدة لأعلى، علشان أثناء اللعب يكون الأمر أكثر إثارة ومتعة. بالصورة هذه مثلا خلطنا قدر الإمكان أوراق البرسيم. تقدر تحرك بكل سهولة المكعب. هنا أيضا يوجد هنا، بينما هذا المكعب نفس الحركة، تقدر تخلط أوراق البرسيم بس إنه ما يفر كالثنائي. في أشخاص إذا جاءوا يحلون هذا المكعب يقوم يفر بالشكل هذا، بالشكل هذا، ويخلط كامل المكعب بالشكل هذا بحيث يكون أكثر عقد. الآن إذا جيت أبغى أحله هذا، هذا أبغى أحله، هذا مو خلط، هذا ينحل بمهارة فقط مو خلط. الخلط لما أفعل العقد هذه، هذا أفعلها، ثم إذا بغيت أبغى أحلها ما راح تكفي المهارة ولا راح تنجح. إذا خلطتها بهذه الطريقة ما راح تنجح معك المهارة أبدا. لازم القوانين. كنا سابقا نعدل هذا المكعب الجامد وأوراق البرسيم اللي بارزة، نجعلها على سطح المكعب باستخدام 5 قوانين، وهي هذه. أما الآن لحل المكعب هذا، فبما أنه يتحرك مثل الثنائي ويستجيب معنا، فيكفينا قانون واحد لإدخال هذا البروز. لكي يتضح الأمر أكثر تقدر تراجع شرح مكعب أوراق البرسيم الجامد موجود في القناة. هذا وجه فوق، 1F، 2F، F فوق، 3F، هذا 3F، راح يجي هنا. نجيب قطعة، شفت؟ كل سهولة، كل سهولة أحرك
أبغى هذه تجي هنا بكل سهولة، فما أحتاج إلى قوانين كثيرة، قانون واحد يكفيني. هذا شمال، شمال واحد، شمال اثنين، شمال. القانون يقول 3F 2 شمال 5، 5 يعني تبادل. نطبق القانون التالي: A يعني أمام، أحمر يعني اتجاه يدي الشمال، شمال أسود يعني مرتين، أسود يعني مرتين. A أزرق يعني أمام اتجاه يدي اليمين. لاحظ انمسحت القطعتان، أدور قطعتين غيرهم، واحدة هنا واحدة هنا، لكن هنا في واحدة تمنعني من الحركة، أقوم أباعدها علشان تصير الحركة أسرع، أبادل هذه مع هذه. نفس القانون، أمام الشمال مرتين ثم أمام. يا سلام، ضربت ثنتين جميع. الآن باقي آخر ثنتين، أضع هذه هنا. شوف كيف أنا أحرك المكعب بسهولة، عكس ما كان عليه المكعب السابق اللي أحتاج 5 قوانين علشان أعدل هذه الأوراق. نفس القانون، أمام اتجاه يدي الشمال وشمال مرتين، أمام اتجاه يدي اليمين. انتهينا الآن من تعديل البروز في المكعب، واستوى كله مكعب مسطح. لتعديل المكعب نبدأ هنا القطع، هذا أبيض أبيض، لكن القطعة مو حقها، مو تبعها، لأن هذا أحمر أخضر، لازم هذا أحمر أبيض أحمر أبيض، فهذه القطعة تبع هذه. نبدأ كذا نجمع القطع، أي قطع في البداية قطع لوجه واحد وليكن الوجه الأبيض، يعني أي قطعة أشوفها فيها أبيض راح أدمجها. أعدل القطع، أبحث عن قطعة فيها أبيض، هذا أبيض أخضر، يا سلام، أبحث عن القطعة الثانية اللي فيها أبيض أخضر، موجودة هنا أبيض أخضر، وهذه القطعة. كيف أدمج هذه القطعة مع هذه؟ سهل، أدفع ثم أفر ثم أرجع، اندمجت القطعتين. أروح باحث عن قطعة ثانية، مثلا أبيض برتقالي، وهذا أبيض برتقالي، أباعد عنهم ثم أجيب هذه هنا أنزلها تحت، ثم ماذا صارت هنا؟ أجيبها أفر هذه ثم أرجع، اندمجت هذه، واضح؟ أرفعها عند الأبيض، الأبيض مع الأبيض، هذا أبيض أخضر أبيض برتقالي. هل مكان الأبيض الأخضر صحيح؟ نشوف مكعب روبوك للألوان القياسية، أبيض برتقالي مقابله أبيض أحمر، بينما أبيض أخضر يكون على يمين البرتقالي، إذن أبيض برتقالي المفروض على اليمين، أبيض أخضر، هذا أجيبه هنا. كيف هذا أجيبه هنا؟ أنزله تحت، هذا فوق، أبيض برتقالي، نزل تحت، أجيبه هنا. الآن أرفع هذه وفرها ونزل، الآن هذه أرفعها وفرها
وانزل. يا سلام، ابيض برتقالي، على يمينه ابيض، ماذا؟ اخضر. ابيض برتقالي يكون مقابله ابيض احمر، ابحث عنه. هذا ابيض احمر القطعة الاولى. القطعة الثانية موجودة هنا، اقوم اجيب هذه هنا ابيض احمر واجيبها هنا، ادفع هذه عندها ثم افرها ثم ارجع، صار القطعة ابيض احمر والقطعة الثانية مدموجة مع بعض. الآن أرجع هذه، أبيض برتقالي وأبيض أخضر. الأبيض الأحمر اللي جبناها هنا كيف أجيبها هنا؟ هذه كيف أجيبها هنا؟ لا، هذا أبيض برتقالي مقابله أبيض أحمر، يعني هذه تكون هنا، أفره. راح إذا فريته كذا راح تخترب القطعة هذه، أدري، لكن راح أرجعها فيما بعد. الآن أدفع أبيض أحمر فوق وأرجعها، أدفع أبيض أحمر أيضا فوق وأفر كذا وأرجعها. يا سلام، جبت أبيض أحمر. هذه أروح معدلها بكل سهولة، اللي كانت هنا أعدلها وأرجعها. الآن باقي آخر قطعة، أبيض أبيض أبيض، باقي أبيض أزرق. أبيض أزرق موجود هنا. هذه القطعة كيف أحطها هنا؟ كيف؟ ركز، هذا أبيض، أرفع الأبيض هنا، أدفع أبيض أزرق على الأبيض الأخضر، أبيض أخضر ينزل تحت، يجي مكانه أبيض أزرق بالصورة هذه. أدفع أبيض أخضر، أفر هذه، أنزل. أدفع الآن الثانية أبيض أخضر، أفر هذه، أنزل. صار أبيض أخضر هنا، هنا ملغي، هنا أبيض أزرق، ياخذ أبيض أزرق هذا المكان بصورة هذه. الآن هذا مع هذا، يا سلام. الآن أرجع أبيض برتقالي أبيض أحمر القطعتين، أرجعوا. الآن الأزرق أجيبه هنا، الأزرق أجيبه هنا، نفس الحركة، أدفعه ثم أفره أرجعه، هذا أدفعه ثم أفره ثم أرجعه. شفت كيف جبته؟ باقي أبيض أخضر، هذا أرجعه، أجيبه كذا. الآن هذه أجيبه، يا سلام، فعلنا أول وجه، الوجه الأبيض بألوانه القياسية برتقالي ثم أخضر ثم أحمر ثم أزرق، وفوق كله أبيض. إن شاء الله العملية سهلة وبسيطة. عندنا قانونين، عندنا قانونين. القانون الأول هو أن القطع هذه تتحرك مع عقارب الساعة. هذه القطعة تجي هنا، هذه القطعة تجي هنا، هذه القطعة تجي مع دوران مع عقارب الساعة. في نفس الوقت وانت تطبق القانون، هذا المكعب راح يجي عكس عقارب الساعة. القانون الثاني، هذا عكس في نفس الوقت هذا راح يجي مع عقارب الساعة. إذن عندنا المكعب الأمامي هذا، إذا طبقته مع عقارب الساعة، المكعب الخلفي راح يكون عكس، إذا طبقت هذا عكس
هذا راح يكون مع عقارب الساعة. أما المكعبين اللي على الشمال لن يطرأ لهما أي تغيير، المكعبات اللي تحت لن يطرأ لهم أي تغيير. راح ناخذ القانونين علشان إذا أنت تبغى تكتبهم أو تستفيد منهم. ناخذ القانون الأول، القطع اللي هنا تتحرك عكس دوران الساعة، في نفس الوقت القطع اللي هنا تتحرك مع دوران الساعة، فليكن هذا الوجه الأمامي أمام اتجاه يدي الشمال، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، ثم يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، ثم يمين اتجاهي، فوق مع عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي ماذا؟ الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي ماذا؟ اليمين، ثم فوق عكس عقارب الساعة. القانون الثاني، القطع اللي هنا راح تتحرك مع عقارب الساعة، وفي نفس الوقت القطع اللي هنا راح تتحرك عكس عقارب الساعة. القانون هو التالي، فوق اتجاه عقارب الساعة، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين اتجاهي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين عكس اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، يمين اتجاهي، فوق عكس عقارب الساعة، يمين عكس اتجاهي، أمام هذا اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، ثم أمام هذا اتجاه يدي اليمين، يمين عكس اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي الشمال، ثم يمين اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي اليمين. نأتي الآن لتعديل الحواف اللي هنا. هذا وجه أبيض، أقلبه يكون هذا وجه أصفر. أي حافة هنا فيها لون أصفر مثل هذه أصعدها فوق، هذه في أصفر أصعده فوق، هذه اللي فيها أصفر كيف أصعدها فوق؟ أبادل مع القطعة الخالية من اللون الأصفر، هذه أجلبها هنا وهذه أضعها مكانها. هل هذه أصعدها فوق اتجاه مع عقارب الساعة؟ لا، إذا صعدت هذه فوق وهذه تجي هنا والأصفر راح ينزل، ما استفدت. ما أقول هذه أصعدها، أقول هذه أنزلها، هذه أنزلها، إذن عكس عقارب الساعة، تنزل هذه هنا. إذا هذا عكس راح يكون هذا مع. عندي قطعتين مع العدلة راح أخسرها بحيث أنه راح تصعد، حرام، لذلك اللي فيها أصفر أحطها مكانها، فمهما دار راح يكون أصفر وما خسرت شيء. نطبق قانون عكس علشان القطعة هذه تنزل هنا وأربح واحدة. قانون عكس عقارب الساعة، أمام يمين، أمام يمين، أمام يمين،
أمام يمين فوق يمين أمام يمين أمام يمين أمام يمين أمام فوق. يا سلام، شوف الوجه الأبيض لم يخترب والقطعة الصفراء صعدتها فوق. هنا قطعة واحدة، باقي قطعة واحدة، وهذا يعتبر يعني كيف أصعد القطعة والقانون يحرك الاثنين، هذا وهذا. يعني لو أنا جبت هذه القطعة هنا، هذه القطعة أبغاها تجي هنا، لأن هذه القطعة اللي فوق ما فيها أصفر، أبغى هذه تجي هنا، أنزلها تحت دوران عكس عقارب الساعة، تنزل هذه، لكن في نفس الوقت راح هذه تخترب، أعدل واحدة تخترب الثانية، ما انتهينا. ما هو حل هذا اللغز؟ كيف أعدل ثنتين؟ في هذه الحالة إذا باقي واحدة بس عندك مثل هذه وتحت عدل ما أبغى يخترب، أقوم مطبق قانون ليس عكس، يعني هذا ما أبغاها تنزل، لا أبغى الأصفر تنزل والأصفر هذا يصعد، فيصير عندي أصفر هنا وأصفر هنا، أخرب هذه. إذن مع فوق أمام يمين أمام يمين أمام يمين أمام يمين فوق ثم يمين أمام يمين أمام ثم يمين أمام يمين أمام. الآن أنا نزلت قطعة قطعتين، نزلت قطعتين، شو أسوي؟ أقوم هذه محافظ عليها، ثم أبغى أنزل القطعة هذه تجي هنا والأصفر يصعد، هذا يفضى، هذا دوران مع، إذا هذا راح يكون عكس، هذه تجي هنا، فيصير عندي قطعتين لونهم أصفر، هذا يصير عكس. إن شاء الله واضحة الفكرة. طبق قانون العكس، شوف أنا نزلت هذه لا تنسى، أمام يمين أمام يمين أمام يمين أمام يمين فوق، ثم ماذا؟ يمين أمام يمين أمام يمين أمام يمين أمام فوق، صار عندي قطعتين. وهنا مستعدلا، وهذا هو المطلوب. ليش أنا أبغى قطعتين؟ علشان أضرب هذه في هذه، أضرب هذه في هذه. إذا صار عندك قطعة واحدة حل اللغز بالحركة هذه. طيب شوف، هنا قطعة ليس فيها أصفر، وهنا قطعة ليس فيها أصفر، كيف القطعتين في بعض ما فيهم أصفر لاصقين في هذا المكعب، وهذه هنا تنتظر تبادل مع واحد ليس في أصفر؟ بكل سهولة أفر هذه، واضح؟ فصار هنا ما في أصفر مع هذه، هنا ما في أصفر مع هذه، وهذا هو المطلوب. يلا خلينا نشوف، هذه أصعدها الآن فوق، هذه القطعة تبغى تجي هنا، دوران عكس عقارب الساعة،
هذه القطعة تبغى تجي هنا دوران عكس، ما يصير اثنينهم عكس، ما يصلح، لازم واحد عكس واحد معه. ايش اسوي الان؟ سهل، العملية سهلة. هذه القطعة اجيبها هنا، هنا كانت هناك جبتها هنا. نشوف المكعب هذا، هذا المكعب رفض أنه يتعاون معنا. أجيب القطعة هذه، الأصفر أجيبها هنا، الأصفر هذه أجيبها هنا. الآن هذه مع هذه، وهذه القطعة مع هذه، واضح؟ أنا كان عندي هذا المكعب، هذا رفض يتعاون معنا، ناخذ هذا نفره، صار عندنا هذا وهذا. هذه القطعة تبغى تجي هنا دوران مع عقارب الساعة. نشوف هذه دوران مع عقارب الساعة. وصلنا إلى تعديل الحواف إلى قطعة واحدة يوجد فيها لون أصفر. ما ينفع لون واحد أصفر، أقل شيء اثنين علشان أضربهم في بعض، فواحد يروح مع عقارب الساعة والآخر عكس. لذلك استخدمنا القانون بحيث نحصل على اثنين، كسرنا واحدة عدلة فحصلنا على اثنين يوجد فيهم أصفر، ثم نبغى ندخلهم. فاللي صار معنا إن هذه العدلة اللي ما فيها أصفر مع عقارب الساعة علشان تنزل تحت، وأيضا الثانية اللي ما فيها أصفر أيضا مع علشان تنزل تحت مع عقارب الساعة. فإذا ثنتين هم مع ما راح تنفع العملية، لازم واحدة عكس والثانية مع. نقلنا القضية من هذا المربع إلى هذا وجات نفس الحالة، ما في فايدة. لحل هذا اللغز انظر، هذه القطعة اللي فيها أصفر وهذه اللي فيها أصفر، القطعتين جبت هذه عند مكعب في أصفر أصفر، وجبت الثالث معهم الأصفر، وهذه في الأصفر وأصفر، وهذه عدلة ما فيها أصفر. هذه مهما حركها مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة نفس الشاكلة. هذه اللي راح استفيد منها، أبغى هذه ماذا؟ ليس مع، أعد الوحدة تبقى أيضا وحدة، لا أبغى هذه عكس عكس علشان أكسر مع مع، يصير عندي عكس مع. واضح حل اللغز؟ هذه أبغى عكس. إذن أطبق القانون التالي: فوق أمام يمين، أمام يمين، أمام يمين، أمام يمين، ثم فوق يمين، أمام يمين، أمام يمين، أمام يمين، أمام. يا سلام، هذه دارت وهذه دارت، بقيت هذه العدلة فوق. الآن عندي واحدة أصفر ثانية أصفر، أبغى ماذا؟ أدخلهم فوق الأصفر، أدخلهم فوق. أشوف أصفر أصفر، هذه عدلة والعدلة الثانية هنا، هذه تبغى تجي عكس عقارب الساعة علشان تنزل تحت، الثانية مع، الثانية مع. أرق الأصفر، أرق الأصفر، ونطبق القانون، هذا عكس. القانون يقول أمام ثم يمين، أمام
ثم يمين أمام، ثم يمين أمام يمين فوق، ثم يمين أمام يمين أمام يمين أمام، ثم ماذا؟ يمين أمام فوق. يا سلام، ولا حافة يوجد فيها اللون الأصفر، وهذا هو المطلوب. جميع الأصفر صعدته فوق. وصلنا إلى الطابق الأخير، اللون الأصفر. هنا ما في أصفر، هنا الأصفر. أبغى أعدل القطع الموجودة عندي. هذا أزرق أزرق، تمام. برتقالي أزرق، مو عدل. هذه القطعة ليست عدلة. هنا أزرق يناسب، هنا أزرق. أقوم مأمن عليه هنا، أجيب هذه اللي مو عدلة، ثم أجيب الأزرق وأرجعها. فالآن جبت الأزرق مع الأزرق. أحمر أحمر، تمام. أخضر مختلف، خطأ. أحمر المفروض يجي هنا، فأقوم أمن عليه هنا، أجيب هذا أبدل بينهم، أجيب الأحمر، فصار أحمر أحمر وأزرق أزرق. يا سلام. أخضر هنا برتقالي، أخضر هنا برتقالي. هذه القطعتين معكوسة، كيف أعكسهم؟ هذه راح أجيبها هنا، الأخضر أجيبها هنا علشان يصير مقابل بهذه الطريقة. هذا الأخضر أجيبه هنا، أجيبه كذا. هذا الأخضر أبادل الأخضر مع البرتقالي وبعدين أراجعه. أبادل مع البرتقالي، الآن أرجع كما كان سابقا بالصورة هذه. إيش سوينا؟ صار عندي قطعة خضراء صح وقطعة برتقالية خطأ، وهذا الأخضر الأزرق مسك لونه، وهذا بدلنا أيضا. باقي أبدل القطعة الثانية بنفس الحركة، لكن هذه أفرها. الآن نفس الحركة، أجيب هذه كذا ثم هذه كذا. هذه تبغى تجي هنا، الأخضر يبقى يجي هنا، أبادلها مع البرتقالي ثم أرجع. الآن أرجع هذا كما كان سابقا. لاحظ الوجه الأصفر بالكامل استوى ومرتب. برتقالي أخ أزرق أحمر أخضر. الآن أسوي اللي في الحواف مثل هذه مستوية، وهذه أيضا تمام. اللي هنا عندي هذه وهذه. هذا أحمر، هذه القطعة حمراء ممتازة، إذا هذه خطأ. هذه الحمراء أدفع، هذه أفرها وأرجعها، استوت. الآن هذه عدلها. بكل سهولة فعلنا اللي في الحواف. هذه خطأ، هذه خطأ، أعدل بينهم. لازم تتأكد من حلك. الآن عدلت بكل سهولة الحواف، العملية جدا سهلة. بالشكل هذا فعلنا الأصفر وجميع الأوجه، فأصبح كأنه مكعب البرسيم الجامد اللي ما يتحرك. نأتي لتعديل الأوجه كما حللنا المكعب أوجه أوراق البرسيم سابقا نفس الطريقة. نختار مثلا الوجه الأخضر، عندنا طريقتين، طريقة البديهية
بإدخال القطع داخل الوجه. إذا لم تنفع نستخدم القوانين التي أخذناها سابقا. عندي هنا الأخضر وهذا فراغ أأمن عليه. هنا أجيب الفراغ هنا، أدخل الأخضر مكانه، ثم أصعد الأخضر مع الأخضر. عندي الآن هذا، لو أحركه راح يجي هنا، هذا فراغ أجيبه وأجيب الأخضر عنده ثم أرجعه أيضا. باقي قطعة واحدة، وين موجودة؟ هنا. هذه القطعة كيف أجيبها هنا؟ هل يمكن لو أقربها إن هي تجي؟ هذه راح تجي هنا، ما ينفع. إذن هذه لازم قانون، لازم قانون. أجيب هذه أجيبها هنا، وهذه أأمن عليها هنا علشان ما تخترب. هذه أجيبها هنا. الآن أجيب هذه هنا، وهذه راح تجي هنا. الأحمر والأصفر راح يتبادلون مع بعض. القانون هو أن F1 يعني فوق، وهذا 1 2 3 4. F1 راح ينتقل إلى F5 إلى F4. 5 يعني تبادل، بالتبادل. F2 يعني هذا راح ينتقل إلى F3. 5 يعني تبادل. أخذنا هذه الطريقة سابقا في تعديل حل مكعب أوراق البرسيم. نفس الطريقة نطبق القانون. أمام أحمر يعني اتجاه يدي الشمال، شمال أحمر يعني اتجاهي. أمام أزرق يعني اتجاه يدي اليمين، شمال أسود، أسود يعني مرتين. ثم خلف أحمر يعني اتجاه يدي اليمين، اليسار، شمال أحمر اتجاهي، ثم خلف أزرق، انتهى. لاحظ القطعة الخضراء جبتها هنا. الآن أصعدها فوق وأجيب الأخضر هذا هنا. لاحظ مهارة ما قدرت أجيب القطعة بالقانون، قدرت. نختار لون آخر، هنا أبيض أجيبه مع الوجه الأبيض، هنا أبيض أجيبه مع الوجه الأبيض. هذه القطعة بتجي هنا. إذن هنزل هذه، أجيب القطعة لها. مهارة، مجرد مهارة. هذه أباعدها، أنزل هذه علشان هذه أرجعها وتدخل مع الأبيض، ثم أرفعها فوق. جبت ثنتين. هذه تجي هنا. إذا أجيب هذه هنا، أدخل الأبيض ثم أرفعها فوق. جبت ثلاث. الأبيض اللي تحت راح أقربه، أحاول أقربه عند هذا. وصل الأبيض إلى هنا، أجيب هذه هنا علشان نبادل بينهم. هذه أدخلها ثم أرفع الأبيض فوق، صار وجهين. ينفع أسوي هذا الآن؟ هذا الوجه الأزرق هل ينفع الآن أسويه؟ لا ما ينفع. ليش؟ ما يصير أسوي أخضر أبيض ثم أزرق أمشي كذا، ما ينفع. لازم على مسكة، على مسكة، أما هنا أو هنا. واضح؟ نأخذ الأحمر. هذه القطعة
كيف أصعدها فوق؟ ما تجي بالمهارة، لذلك أستخدم القانون، أبادل نفس القانون السابق، أبادل بين القطع. الأحمر راح يجي هنا أمام اتجاه يدي الشمال، وشمال اتجاهي، أمام اتجاه يدي اليمين، وشمال مرتين، خلف اتجاه يدي الشمال، ثم شمال اتجاهي، ثم خلف اتجاه يدي اليمين. الأحمر كان هنا، الآن صار هنا. ليش جبته هنا؟ علشان أدخل هذا، أفر هذه، الأحمر أدخله ثم أرفعه. لما كان هنا ما كنت أقدر أسوي حاجة، جبته هنا، الآن صار تحت يدي. الآن هذه الحالة، الأحمر هذا كيف أدخله؟ عندي القانون اللي يقول 3F هنا راح ينتقل إلى 2A، 2 أمام. تبادل 5، يعني تبادل، حلو ممتاز، هذا راح يخدمني، هذه تدخل هنا وهذه هنا. وبالمقابل أيضا 1F راح يذهب إلى 1A، يعني هذا تبادل، ما يخدمني، أخسر هذه. ولذلك بما أن هذه أزرق وهذا الوجه أزرق وهذه ما أبغى أخسرها، ليش ما أجيب هذه مكانها بالشكل هذا؟ إيش بصير الآن؟ هذا بيتبادل مع هذا، فيجي الأزرق هنا مضبوط عند الوجه الأزرق، وهذه القطعة راح تدخل هنا عند الوجه الأحمر، فأربح قطعتين. بالقانون التالي، أمام اتجاه يدي الشمال، يمين اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي اليمين، ثم يمين عكس اتجاهي، الآن أمام مرتين، ثم يمين اتجاهي، ثم أمام مرتين، ثم يمين عكس اتجاهي. لاحظ الأحمر اللي هنا جاء هنا، الأزرق اللي هنا راح هناك، الآن أرجع القطعة. يا سلام، ربحت هنا واحدة والأحمر دخل. عندي هنا أحمر أبغى أدخله هنا، كيف؟ دخول هذه القطعة إلى الأعلى بالمهارة مستحيل إلا إذا بتعفس أوجه معينة. الآن عندي القانون التالي مناسب لهذه الحالة، 1 فوق 4 فوق 5، 5 يعني تبادل، هذه القطعة حمراء تتبادل مع هذه ماكو مشكلة، 2 فوق مع 1 أمام بالتبادل 5. طيب إيش أستفيد؟ أنا أقول هذا القانون يفيدني، إيش أستفيد؟ أستفيد في المرحلة الثانية، المرحلة الأولى أبدل بين القطعتين ثم أبدل فوق، يعني عندي مرحلة الأولى أبدل بين القطعتين. القانون التالي، 1 فوق مع 4 فوق 5 تبادل، و2 فوق مع 3 فوق 5. نطبق القانون التالي، أمام ثم شمال ثم أمام ثم شمال مرتين، ثم خلف، ثم ماذا؟ شمال ثم خلف. لاحظ قربت الأحمر هنا، وهذا المطلوب علشان أقدر أدخله جوه. القانون، أمام جهة اليمين هذا أزرق عكس اتجاهي، خلف هذا أزرق اتجاه يدي اليمين، يمين أسود يعني ماذا؟ مرتين، أبغى أحرك اليمين مرتين، هذا
هذا أحركه مرتين. الآن خلف جهة يدي الشمال، ثم أمام اليمين جهة يدي أو اتجاهي، ثم يمين، هذا عكس اتجاهي. الآن أمام، هذا ماذا؟ اتجاه يدي اليمين. ثم يمين مرتين، ثم أمام اتجاه يدي الشمال، ثم يمين اتجاهي. يا سلام، دخلت القطعة بالقانون واستوت 3 أوجه، باقي 3. نبدأ بالوجه الأزرق، أحط القطعة الزرقاء مع الأزرق. الوجه الأزرق هذا راح يلتقي مع هذا، وهذا فراغ أجيبه هنا، أفر هذا هنا ثم أصعده. نبدأ بالمهارة ثم بالقوانين، إذا عجزنا عن المهارة نستخدم القوانين. طبعا تدخيل القطعة هذه بالمهارة ما راح يضبط، لذلك نستخدم القانون المناسب، وهو 2 فوق راح يجي 3 فوق، 5 تبادل. أوكي، ما في مشكلة. 1 فوق راح يجي 3 شمال، 1 2 شمال، 3 شمال، هذا مع هذا 5، يعني تبادل. طيب إيش أستفيد أنا من القانون؟ أزرق يتبادل مع أزرق، القطعة الفاضية تتبادل مع الفاضية، إيش أستفيد؟ لا، هذا خلى في بالك القانون، الآن أرتب له وأرجع له. ترتيبي هو أن هذه القطعة أجيبها هنا، ثم اللي هنا أجيبها هنا، فتصير الزرقة هنا، يعني راح أستخدم قانونين. القانون أبغى أجيب الأزرق هنا والأصفر هنا، هو 1 فوق راح يجي 4 فوق، 5 تبادل. 2 فوق راح يجي 3 فوق، 5 تبادل. أمام ثم شمال ثم ماذا؟ أمام ثم شمال مرتين، ثم خلف، ثم شمال، ثم خلف. يا سلام، الأزرق هنا جبته هنا. الآن نجي للقانون حقنا، 2 فوق راح يجي مع 3 فوق، و1 فوق راح يروح 3 شمال، هنا تبادل، أجيب هذا هنا. طبق القانون عليه، أمام الشمالي هذا اتجاهي، وخلف اتجاه يدي اليسار، شمال مرتين، 1 2. الآن خلف اتجاه يدي اليمين، ثم شمال أمام شمال، يعني هذا عكس اتجاهي، ثم شمال، هذا أيضا عكس اتجاهي، ثم ماذا؟ أمام هذه القطعة اللي هنا اتجاه يدي الشمال، ثم شمال مرتين، ثم أمام اتجاه يدي اليمين، ثم شمال اتجاهي. يا سلام، استوى الوجه الأزرق والأبيض والأحمر والأخضر، باقي كم وجه؟ وجه واحد، لأن إذا عدلت واحد منهم تلقائي الثاني راح يستعدل، باقي وجه واحد. عندي قانون هو التالي، وكلها أخذناها سابقا في حل هذا المكعب بشكل أفضل. 3 فوق، 2 أمام، 5 تبادل، يعني هذا يجي هذا، أوكي ما في تغيير. 1 فوق، 1 أمام،
5 تبادل، يا سلام. إذا هذه بتدخل هنا. نطبق القانون التالي: أمام اتجاه يدي الشمال، ثم يمين اتجاهي، ثم ماذا؟ أمام اتجاه يدي اليمين، ثم يمين عكس اتجاهي، ثم أمام مرتين، ثم يمين اتجاهي، ثم ماذا؟ أمام مرتين، ثم يمين عكس اتجاهي. يا سلام، باقي ورقة واحدة. عندنا القانون التالي: 2 فوق، 3 فوق بالتبادل، 1 فوق مع 3 شمال بالتبادل. هذا القانون لا أستطيع ولا أستفيد منه الآن إذا عملته، لكن إذا جهزت المكعب راح أستفيد منه كخطوة أخيرة. أبدل بين القطعتين، أخلي الأصفر هنا والبرتقالي هنا، أمام اتجاه يدي الشمال، ثم شمال اتجاهي، ثم أمام اتجاه يدي اليمين، ثم شمال مرتين، ثم خلف اتجاه يدي الشمال، ثم شمال اتجاهي، ثم خلف اتجاه يدي اليمين. يا سلام، بدلت هذه القطعة هنا. الآن نجي للقانون اللي قلناه: 2 فوق، 3 فوق بالتبادل، أوكي لا يوجد مشكلة، 1 فوق، 3 شمال تبادل. أجيب هذه هنا عشان تتبادل مع الأصفر كذا. طبق القانون التالي: أمام جهة الشمال هنا اتجاهي، خلف جهة يدي الشمال، ثم شمال هذا لونه ماذا؟ أسود. ما معنى أسود؟ يعني مرتين، 1 2. خلف اتجاه يدي اليمين، أمام الشمال هذا عكس اتجاهي، ثم ماذا أعمل؟ شمال هذا اتجاه عكس اتجاهي، أمام هذا اتجاه يدي ماذا؟ الشمال. شمال أسود يعني مرتين، أمام اتجاه يدي اليمين، شمال اتجاه هذا، شمال اتجاهي. الآن أعدل القطعة. يا سلام يا سلام، استعدل المكعب بالكامل. طيب، في ملاحظة: هذا المكعب هو مكعب ورق البرسيم على مكعب ثنائي، قدرنا نحله كامل ولم نتطرق إلى قوانين المكعب الثنائي أبدا. إذن هو ثنائي، بعد ما تحله تقدر تقلبه إلى مكعب ثنائي وتحله كما تريد. إن شاء الله العملية سهلة جدا والحل واضح. شكرا لكم للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.